رغم كل الظروف ورغم كل الصعوبات ورغم كل الألم، إلا أن محاولات ما زالت مستمرة في غزة لرسم البسمة على وجوه الأطفال، لكن هذه المرة من خلال التراث الفلسطيني. نحن نتحدث عن عروض للدبكة الشعبية يتم تنظيمها على شاطئ البحر ضمن مشروع سيهدف إلى الانتقال بين مخيمات النازحين لتقديم عروض دبكة وأيضا أغاني فلسطينية تراثية. هذه المبادرة تأتي في وقت حساس، حيث يعاني الأطفال من ضغوط نفسية كبيرة جراء الحرب وجراء حياة النزوح التي فرضت نفسها على كل شيء. جمعية مياسم الثقافة والفنون هي جمعية بتعتمد بالأساس على تعزيز الهوية الثقافية للفلسطينيين على أرضهم، وهي جزئية مهمة جدا. اعتقدنا مع فترة طول الحرب على غزة أن طمس الهوية الفلسطينية هي جزء أساسي للاحتلال الإسرائيلي بيمارسها على شعبنا، لذلك فكرنا أن احنا نسعى إلى تعزيز هذا صمود الشعب بهاي الأغنية واستغلال التراث واستثماره لإعادة بناء المجتمع الفلسطيني مرة أخرى. بعد انتهاء الحرب رح نعمل على تطوير كل المجتمعات الموجودة في فلسطين، الأطفال جزء من هذا المشروع هو تعزيز الصلادة النفسية لدى الأطفال في قطاع غزة أثار النزوح والحرب والدمار اللي واقع عليهم. هنا تجمعت ثقافات، ثقافة أهل غزة مع أهل خان يونس، مع أهل النصيرات، مع أهل البريج، مع أهل رفح. هنا الثقافات اجتمعت واتحدت لتطلع عروض للأطفال. الأطفال تدربوا على مدار 20 يوم على هذه العروض اللي راح يقدموها لعشرين عرض للأطفال في مجتمعات النزوح. راح نواجه ونقابل الأطفال في كل المجتمعات أماكن نزوحهم ونعرض عليهم هذه الطبلوهات الفنية اللي عملها الأطفال أثناء فترة التدريب. كيف هي الاستجابة من الأطفال لمثل هاي العروض؟ جزء كبير جدا من الأطفال بسعى بالسعادة والفرح أثناء حضورهم لهذه ومشاركتهم في هذه اللقاءات، لذلك هم بيستمتعوا جدا مع الأغاني ومع الفلكلور اللي بيخرجهم من جو الحرب وبيحسسهم بالتخفيف من الصدمة اللي وقعت عليهم في الشهور الماضية. هذه المبادرات مشاهدي الكرام هي نوعية ربما بدأت تتصاعد خلال الأشهر الأخيرة من الحرب نظرا لطول فترة الحرب، الضغوط النفسية الكبيرة، وأيضا حاجة الأطفال في القطاع سواء كانوا في مخيمات النازحين أو ممن يمتلكون الموهبة لإخراج هذه الموهبة وتوجيهها بهدف خلق حالة جديدة ربما باتت معهودة سواء في مخيمات النازحين أو حتى على شاطئ بحر القطاع الذي هو الآخر تحول إلى أماكن لتجمع النازحين. باسل العطار، المملكة، من المناطق الغربية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.